تأسست جمعية ريف لتنمية المجتمعات الريفية عام 1437 للهجرة بمنطقة الرياض لتبدأ نشاطها وينطلق شعاها إلى معظم قرى وهجر مملكتنا الحبيبة، حيث تعمل الجمعية كمنظومة إبداعية متكاملة من البرامج والمشاريع المتنوعة والموجهة لجميع شرائح وفئات المجتمع المحلية، والتي تسعى من خلالها تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. جمعية تنمية المجتمعات الريفية هي جمعية تعنى بتنمية المحافظات والقرى والهجر في المناطق الريفية. نعمل من خلال جمعيتنا ابتكار المبادرات والمشاريع التي تحقق الأهداف التي تنطلق من خلالها الجمعية. تسعى الجمعية برسالتها العظيمة في تمكين الأفراد والأسر والمنظمات والبيئات المساندة في المجتمعات الريفية من اليد الآخذة إلى اليد المعطاة. وللجمعية العديد من البرامج المتنوعة والمشاريع الهادفة والتي كان لها الأثر على المستفيدين، فمن برامجها برنامج أهالينا في الريف، برنامج الأثر الشبابي، وكذلك التطوير المؤسسي، ومبادرة منا وفينا، ومطبخ طويك، ومشروع صنعاء ريف، وبرنامج عطاء، وغيرها من البرامج الرائعة والمتنوعة. وللاستمرار في هذه البرامج والمشاريع تهدف الجمعية إلى إنشاء وقف أهالينا. اليوم ننطلق في ريف بوقف أهالينا، هذا الوقف الأول الذي نسعى من خلاله لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية. يقع في مدينة الرياض بقيمة 6 ملايين ريال سعودي لتحقيق الاستدامة المالية لبرامجها. ويمكنكم المساهمة معنا في دعم وقف أهالينا عبر أرقام الحسابات البنكية للجمعية، ويمكنك كذلك التواصل مع الجمعية عبر قنوات التواصل. ولا تنسى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله.